تحياتي مشاهدينا الكرام والمتابع للأحداث في العالم العربي، يعلم أن الأحداث يوميا تأتي بجديد. للأسف في لبنان وعلى مدار شهور ماضية لم تكن الأحداث أو لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن على الإطلاق. كان التعاطي مع الأزمة اللبنانية اقتصاديا في المقام الأول، بعد ذلك أتت أزمة مرفأ بيروت، وبعد ذلك التدهور الذي حدث والمظاهرات التي تمت على مدار شهور من قبل اللبنانيين محاولة لتحسين المعيشة. ولكن في الأيام الأخيرة ظهر الشبح الأكثر رعبا بالنسبة للبنانيين بأكملهم، شبح لا يستطيع أحد أن يتحمل أن يظهر مرة أخرى في شوارع بيروت أو في شوارع لبنان بأكملها. نتذكر كلمات الرئيس اللبناني الذي قال: هي أيام تتذكر لا تنعاد، وهي الحرب الأهلية. ما حدث منذ أيام كان التعامل بالسلاح ما بين طائفتين أو ما بين منتمين لحزب الله ولمجموعة أخرى من الأحزاب، وخشي الجميع من تكرار سيناريو لا نستطيع أن نصفه بأقل من كلمة مرعب. وظهرت منحنيات خطيرة في الأزمة اللبنانية، يخاف الجميع أن تودي بلبنان إلى مكان لا يستطيع أحد في العالم العربي أن يتمناه لواحد من أجمل البلدان العربية بل من أجمل بلدان العالم. على العموم، ما حدث في لبنان محاولة للقراءة أكثر تفصيلا هو موضوع لقائي مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف زيدان، كاتب الصحفي ومتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، مساء الخير. هبدأ مع حضراتكم بعرض تقرير بيجمل الأحداث الأخيرة وبعد ذلك أبدأ حواري. أحداث الطيون الدامية في لبنان أعادت إلى الذاكرة الحرب الأهلية والمخاوف من إشعالها مجددا. ففي منطقة الطيون على مشارف عين الرمانة سقط 6 قتلى وأصيب أكثر من 16 آخرين على الأقل بجروح في إطلاق نار كثيف خلال مظاهرة لأنصار حزب الله وحركة أمل احتجاجا على حكم صدر صباح الخميس الماضي برفض الشكوى التي تطالب بتغيير القاضي المكلف بقضية انفجار مرفأ بيروت. الجيش اللبناني انتشر بالشوارع لمنع أي اشتباكات ومطاردة مطلق النار، خاصة بعد سماع دوي قذائف صاروخية من طراز RPG-7. معسكر حزب الله وحركة أمل اتهم حزب القوات اللبنانية باستهداف المتظاهرين، وسمير جعجع زعيم القوات اللبنانية أدان الاشتباكات ونفى تورط حزبه فيها. والرئيس اللبناني ميشيل عون أعلن عن فتح تحقيق في الحادث، والكل أمسك أنفاسه خشية الانزلاق إلى حرب أهلية تدفع لبنان نحو المجهول. فمن يملك وقف الانزلاق نحو السيناريو المظلم للبنان؟ قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وهو أكبر رجل دين مسيحي في لبنان أمس، إنه لا يجوز لأي طرف في البلاد أن يلجأ إلى التهديد أو العنف عقب أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ أكثر من عقد. وتعارض جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران التحقيق الجاري حول انفجار مرفأ بيروت، ودعت إلى تغيير قاضي التحقيق الرئيسي القاضي طارق بيطار. من جانبه، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال إن لبنان بأمس الحاجة لنبذ العصبية والتفرق بين المختلفين وإنقاذ سفينة الوطن من العواصف العاتية. جاء ذلك خلال تهنئة تقدم بها للبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يحتفل به لبنان في عطلة رسمية بالبلاد. تحياتي وأهلا بحضراتكم مرة ثانية، وأجدد الترحيب بضيفي بالأستاذ أشرف زيدان الكاتب الصحفي ومتخصص في الشؤون الدولية. تحياتي لحضرتك مرة ثانية. أهلا بك. لنبدأ من الأحداث الأخيرة، من وجهة نظرك ما الذي جعل الأحداث تتفاقم إلى هذه الدرجة لدرجة إطلاق النار في وسط العاصمة بيروت كما حدث أو كما كان يحدث في الماضي؟ بس في البداية نحب نلقي نظرة سريعة على خلفية المشهد. يعني المشهد اللي حدث يوم الخميس الماضي كان مفزع ومرعب، لكن لازم عشان نفهم إيه اللي حصل نفهم خلفية تعقيدات المشهد اللبناني. للحق المشهد اللبناني أكثر تعقيدا مما نتخيل. يعني مش بس مشكلة المشهد اللبناني اقتصادية ولا طائفية، لا، ده هي مشكلة متداخلة مع أطراف خارجية. مشكلة الوضع في لبنان، الحرب الأهلية لما اندلعت في لبنان في الفترة من سنة 1975 واستمرت ل 90،
كانت يعني شهدت حروبا بالوكالة. كانت في أطراف داخلية بتصفي خلافات لدول وأطراف وهيئات خارجية، وكل طرف منها له حليف داخلي، واشتعلت الحرب بين الأطراف في الداخل لتصفية مشاكل خارجية. دي من ضمن تعقيدات المشهد اللبناني. التعقيدات الطائفية طبعا كلنا عارفينها، زيدي عليها كمان التعقيدات الاقتصادية. لبنان دخل في مرحلة صعبة من الاقتصاد، الليرة فقدت جزء كبير من قيمتها في الفترة الأخيرة، عندهم مشكلة الوقود والطاقة الكهربائية دايما في لا تكفي لتغطية مناطق لبنان بأكملها، وبتشتغل 3-4 ساعات في اليوم. فالمشاكل الاقتصادية والحياتية أصبحت معقدة، السلع بقت فيها ندرة في والأدوية. فالمشكلة في لبنان أن المشهد الاقتصادي تداخل مع المشهد الطائفي وعمل لنا نسيج مرعب من الأحداث. تمام، لكن التعاطي مع هذا الوضع هو وضع دائم منذ سنوات طويلة، تفاقم اقتصاديا في الشهور الأخيرة، ولكن هذه التعقيدات هي تعقيدات يألفها الرجل اللبناني. وما حدث أيضا كمان من في أيام الحرب الأهلية هو بيتذكره الجميع، وليس ببعيد حتى عن الأجيال الصغيرة. ما الذي جعل الطرفين يفقدوا السيطرة وتكون المواجهة مواجهة مباشرة ما بين القوات اللبنانية أو حزب القوات اللبنانية وحزب الله؟ شوفي، بالنسبة للقشة التي أشعلت النيران هي قشة ظاهرية، بمعنى أن القضية خلاف حول القاضي طارق البيطار الذي سيستولى ملف التحقيق في قضية مرفأ تفجير مرفأ بيروت وما حدث له من تداعيات ضخمة في البلاد. القضية إن الأطراف بتحاول كل طرف توسع نطاق نفوذها على حساب الطرف الثاني. هم لا يعني هم الحق ليسوا طرفين فقط، هم أكثر من طرف. يعني هو إلى الآن المشهد الصغير اللي هو بيجسد لنا اللي حصل، إن كان في مسيرة احتجاج للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل تمر داخل أحد أحياء بيروت في طريقها لقصر العدالة أو لوزارة العدل للاحتجاج على وجود القاضي طارق البيطار. لسبب ما هذه المسيرة الاحتجاجية مرت داخل الحي المسيحي في الطيونة، والطيونة لها ذكريات أليمة مع الشعب اللبناني. الشارع كان مقسوم بالضبط كده، الشياح في مقابل الرمان. الطيونة بالظبط كده، عين الرمانة والطيون. هذا الشارع له ذكريات أليمة، لأنه من هنا انطلقت شارات الحرب الأهلية. هو الشارع الأشهر يعني، أو الرصيف ده، حتى هو الرصيف الأشهر يعني. بالظبط، هذا التقاطع الشهير يحمل ذكريات مريرة، لأنه انطلقت منه الحرب الأهلية الأولى سنة 1975، وذكرياته أليمة لما اشتعلت الحرب. المهم إن المسيرة لما مرت في هذه المنطقة تعرضت لإطلاق نيران، فكان من الرد الفعل ان خرج المسلحين من المنطقة الشيعية مسلحين بأسلحة واربجيهات، واخذوا في اطلاق النار على البيوت اللي في الحي المسيحي، واشتعلت الاحداث يعني. التحقيقات لازالت جارية، ومن المبكر توجيه الاتهام. طبعا الطرف الاول عنده رواية، في روايتين دايما، الطرف الشيعي عنده رواية ان الذين سقطوا القتلى سقطوا برصاص عناصر من حزب القوات اللبنانية في الحي المسيحي. الطرف المسيحي بينفي الرواية وبيؤكد أنه لم يطلق النار أصلا، وأن ما حدث من ميليشيات حزب الله في اجتياح لمنطقة الحي المسيحي بلطجة وسلوك غير لا يتفق مع الوضع السلم الأهلي. فالروايات لازالت لم يفصل فيها بعد، والنيابة تتولى التحقيق. هو ده الوضع أصلا الموجود في أي روايات خلافية، يعني عندما يكون هناك طرفين كل طرف بيقول لم أفعل شيء. عندهم روايتين. تمام، ولكن هل بتعتقد أن حزب الله يستطيع أن يتحمل أن يجر لبنان مرة ثانية أو مرة خامسة لا أحداث؟ يعني جرت في 2006 بسبب مع اختلاف الوضع بشكل كبير، يعني في السابق في العديد من الحصار اللي قام به بعد مقتل حريري والبقاء في منتصف بيروت لمدة شهور طويلة جدا، عملية تعطيل الإجراءات الحكومية. هل بتعتقد أنه يعني قادر على الجر بلبنان مرة ثانية لأزمة من الممكن أن تكون هي الأكثر إيلاما هذه المرة؟
من حيث يعني اذا حبينا نجاوب على سؤالك من هل هو قادر؟ هو قادر طبعا لانه يعني ميليشيات مسلحه. لا القدره لها. هو قادر لانه يمتلك سلاح وله انصار وله اعداد كبيره، انما قادر على المواجهه للبنانيين وقادر على المواجهه. احنا بنتكلم على التداعيات، هل هو قادر يتحمل تبعات ما سيحدث؟ لان ما سيحدث اوسع نطاقا مما يتخيل. لا دعينا نتحدث عن تعقيد المشهد، برضو نرجع تاني للمشهد. المشهد ان حزب الله والثنائي الشيعي، لان هو ليس بمفرد، هو معه هو الممثل في البرلمان حركة امل يعني، وحزب الله له ممثلين. هو الممثل النائب محمد رعد يمثل حزب الله رئيس الكتلة البرلمانية، قال انه حزب الله لن يفجر حربا أهلية في لبنان، لكنه في الوقت نفسه قال ان حزب الله او الشيعة لن يتركوا دماء الشهداء تذهب سدى. يعني هما في نفس الوقت قالوا احنا مش هنبقى كلام متناقض. هو يعني ايه، هو كلام دبلوماسي، لكن في الاخر انا عايز اقول لك حاجه. التعقيدات اللي المشهد اللبناني مش مجرد ان الطرف ده، انت عارفه ان الاطراف بحكم الميول الطائفيه والدينيه والايديولوجيه المفروض يكون لها توجه ما. يعني لو اتكلمنا مثلا في السياسه، لو حزب يساري طبيعي ان هو تبقى توجهاته العامه يساريه ضد سياسات الخصخصه و في المشهد اللبناني ممكن تلاقي حزب توجهاته للطرف اليمين لكنه في موقف معين بياخد الطرف اليسار، يعني تمام. يعني في موقف معين، لكن تظل توجهات العامه ناحيه اليمين. يعني في العديد من الاحزاب المسيحيه متعاونه مع حزب الله بالظبط سياسيا يعني. التربيطات تربيطات مواقف، تمام. كل موقف له تربيطه. يعني حزب الله حليفه هو حزب التيار الوطني بزعامه الرئيس عون بالظبط، اللي هو جبران باسيل حاليا بيتولى الحزب ده، مسيحي، هو يعني من الاحزاب الكبرى المسيحيه، وبينهم تحالف. انت عارفه ان حزب وبيساندوهم بشكل كبير بالظبط. انا عايز اقول لك حاجه، حزب التيار الوطني المسيحي بزعم اسمه يعني هو انصار عون او الجنرال عون او الرئيس عون حاليا، حين تاسس في نهايه الحرب الطائفيه الاهليه سنه 1990 تاسس على فكره عقيدة إنهاء هيمنة النفوذ السوري في لبنان والقضاء وطرد سوريا من لبنان. دلوقتي هذا الحزب بزعامته متحالف مع حزب الله اللي هو من عقيدته تثبيت العلاقة مع النظام السوري تماماً، هي لعبة مصالح مع اختلاف ايديولوجيات كامل. ده اللي بقوله لك، إن المواقف ما نقدرش نعمم إن هو حزب ينتمي لليمين هيبقى مواقفه كلها في اليمين، لأنه في موقف معين بيلاقي مصلحته في تماماً المسار. ولكن أنا أقصد من سؤالي، هل حزب الله مدرك إنه هذه النقطة تحديداً هي نقطة اللاعودة، فكرة تفجير حرب أهلية، فكرة التعاطي مع فكرة مسلم ومسيحي؟ يعني كان الخلافات سياسية وخلافاته ما بين حزب الحريري وخلافات في تشكيل الحكومة كلها أعمال سياسية ما بين يعني تذهب وتجيء ما بين كل الأطراف، ولكن التعاطي مع مسلم ومسيحي أو قتل لمسلم ومسيحي، هل هناك إدراك بأنه هذه هي الورقة الأكثر رعبا للعب بها؟ يعني حزب الله لا يتحرك في الفراغ ولا يتحرك من نفسه، يعني لازم نفهم زي برضو نفس تعقيدات، أن زي ما قلنا كل طرف له راعي في الغالب أو له كفيل في الخارج، تمام. لا يتحرك من تلقاء نفسه في الأغلب الأعم، لابد من يعني أن ينتظر ويتشاور مع حليفه في الخارج. فحزب الله ليس بوسعه أن يشعل الحرب في داخل لبنان الأهلية ثم يشعل حربا مع إسرائيل عبر الحدود إلا بترتيب مع من يدعمه في الخارج، وهي طبعا إيران، فليس بالسهولة اللي حزب الله. المشكلة في حزب الله إيه؟ المشكلة أنه هو عنده ميليشيات مسلحة تسليح كبير وعنده ترسال السلاح جوه لبنان. فالموقف ده اصله اتكرر في 2008 لما بتحصل صدمات وفي موقف خلاف وجودي زي الخلاف دلوقتي بيعلن عن قوته. الخلاف دلوقتي على ايه؟ على العداله، على تطبيق القانون. خدي بالك ان احنا المره دي ان استجابت الحكومه، حكومه الرئيس ميقاتي، لمطالب حزب الله واقصت القاضي للمره الثانيه عن التحقيق في قضيه مرفأ بيروت، ففكره العداله المحايده العمياء هتنهار في لبنان، تمام. لان مؤكد القاضي الثالث اللي هيجي هيبقى برضو الطرف الثاني عليه تحفظات، يقول لا انا ما اقدرش اقبل بيه، فكده ما بقتش قضيه، يعني كده ما بقتش العداله عمياء، فالعداله هنا هتبقى فيها طعن في مصداقيتها. فاحنا هنا قدام مفترق طرق. حزب الله بيعمل ايه في مفترق الطرق الوجودي ده؟ حسب التجربه السابقه بيخير اللبنانيين بين خيارين احلاهما مر زي ما بيقولوا، اما انك انت تقبل وتنفذ الطلب
ونتجاوز عن حكاية المسار القضائي العدالة العمياء زي ما بنقول، يعني القاضي طارق البيطار ما لم يتم تلحيته، هي مسيرة الاحتجاج أصلا كانت بمطالبة تلحيته، علشان هو اللي نوضح لسادة المشاهدين أنه استدعى مجموعة من الشخصيات اللي تنتمي لحزب الله متهمين في القضية الخاصة بالراجل، لسه ما وجهش فقط استدعاء. هو بيحقق في قضية بس هو مش عارف يحقق في القضية، هو لم يتمكن حتى الآن، هو استدعى وزراء غير من غير وزراء حزب الله، يعني استدعى نهاد المشنوق أظن، استدعى عدة وزراء محدش قدر طبعا، لأن هم بيحتموا بقانون خاص بمحاكمة الوزراء والمسؤولين، ليهم قانون خاص لا يتم التعامل معهم في القضاء بشكل العاجمة، ليهم محكمة خاصة أظن في القانون اللبناني، فهم بيرفضوا المسؤول أمام قاضي التحقيق. حزب الله بيخير اللبنانيين بين الخيارين، إما أنك أنت تضرب عن مطالبي وتقبلها، وإما أنك أنت تهدد السلم أو الاستقرار الأهلي، اختار بقى، يعني أنت بين خيارين، إنك يا دولة وعدالة وإجراءات منطقية، إما الحرب الأهلية، يعني إيه بلاش نقول الحرب، شبح الحرب الأهلية تمام، أو تهديد أمني يعني، لأن الاستقرار اتهزج. خدي بالك، أنا عايز أقول لك حاجة في موضوع لبنان ده برضه للسادة المشاهدين، لبنان أصلا بلد زي ما حكامه ورئيس وزرائه الرئيس ميقاتي قال، يعيش على التوازن، على فكرة التوازن تمام. بين الطوائف تمام. فلبنان بلد يعيش على التوازن بين الطوائف الايه والتمام. دي لعبة يجب ان تظل قائمة، يعني هو اتفاق الطوائف لما وضع الاسس بعد الحرب الاهلية قسم القوى المهام الوظيفية، ورئيس الدولة يكون من الطائفة المسيحية مروح. ورئيس البرلمان من الطائفة الشيعية، ورئيس الحكومة من الطائفة السنية، وكذا وهكذا كبار الوظائف والمناصب. فالتوازن ده هو ضيف كده بقى، ان لبنان اصلا لما نتكلم عن دولة لبنان هي دولة اقتصادها ريعي وتقوم على الخدمات والسياحة، لا يعني ما هياش دولة صناعية او زراعية في المقام الاول، فهي دولة تجارية، هذه الدولة التجارية السياحية وطبعا هي كانت ناجحة الخدمات، تقوم على الخدمات المصرفية والبنكينج سويسرا بالظبط كده. اذا انت دمرتي الفكره دي فيها خلاص، هي يعني اقتصادها ينهار تماما، لان هي دوله ريعيه عايزه استقرار وامن عشان رؤوس الاموال تبتدي تتحرك في حركه مامونه، وعايزه عشان تقدم خدمات وسياحه، السياحه هيجوا ازاي؟ عمر ما هيجي سياحه. فاقتصاد لبنان بين المطرقه والسندان، اذا استمر حزب الله في الضغط وخنق الاقتصاد اللبناني، هم عندهم ازمه كهرباء خانقه دلوقتي، عايزين على الاقل محطتين كهرباء عشان قاتل يقدروا يحلوا. فيعني فكره انك انت دايما تخير اللبنانيين بين الاحتكام للقانون والعداله وبين والتخلي عن السلاح وبين التضحيه بالسلم والاستقرار، هي فكره حمقاء ومدمره للاقتصاد وللشعب اللبناني في ان واحد. هل يعني من يعني هو انا هستخدم اللفظ ولكن يعني هو وصف لما اريد ان اقوله، هل من المراهقة السياسية تخيل ان من الممكن ان تتخلى لبنان عن نظام المحاصصة السياسية، يعني انه من ينزل في الشارع هؤلاء الشباب والوجوه الجديدة اللي ضجت من الجميع، يعني كل من هو موجود لبنانيون ضجوا منهم بشكل كامل، هل من الممكن ان يكون الشارع قادر على تحريك اتفاقية جديدة غير اتفاق الطائف؟ ولن أتكلم عن تحديد الوظائف، أنا أتكلم عن التخلص من الأحزاب القديمة والوجوه القديمة والأسماء اللي الجميع مل منها على مدار سنوات. هل الشارع يمتلك هذه القدرة في لبنان، أم هو وضع أو هو القدر الخاص بلبنان، والكلام عن غير ذلك مراهقة سياسية؟ خلينا نقول الأول أن قدر لبنان أنه يتعايش طوائفه مع بعضها في سلام تمام. فده قدر ان هم هيظلوا طوائف عايشة، ولن تستطيع طائفة ان تقصي طائفة او تمحيها من الوجود. فيعني انا اتكلم عن الاحزاب السياسية دلوقتي، احنا بنتكلم على فكرة التعايش بين الناس تمام. فهذا قدرهم، ومن هنا جت فلسفة العيش في لبنان الجميلة اللي احنا كنا دايما نربطهم عليها ان كنتوا بتتعايشوا بهذه الطريقة الجميلة، وان كانت يعني كانت تعمل، كانت ناجحة وكانت تؤدي الوظيفة. نرجع بقى لفكرة السياسة، ده بالنسبه للشعب تمام. بالنسبه للسياسه فكره انك انت تقصي الاحزاب الطائفيه والاحزاب الدينيه وتبداي من غير اتفاقيات محاصصه زي ما نقول او تقسيم النفوذ السياسي، تحتاج الى فتره انتقاليه، يعني ليس في المنظور القريب نقدر نقول ان الشعب اللبناني هيقدر يتخلص من هذا الارث،
يعني الشباب اللبناني نزل والشعب اللبناني نزل على مدار السنة اللي فاتت كلها بيرفض كل الأحزاب التقليدية القديمة وبيطالب بنظام سياسي جديد. هذا شهدناها في انتفاضة الشعب اللبناني، والناس كلها عبرت عن رغبتها في نظام سياسي جديد، وده كان أجمل شيء في الانتفاضة اللبنانية اللي هم بيحتفلوا بذكرها في أكتوبر. الأيام دي هم بيحتفلوا بذكرها الثانية، بذكرى مرور العام الثاني. لكن بسهولة هيتم ده؟ أنا لا أعتقد السهولة، لأن المؤسسات القائمة حتى لو بدأنا كتابة نظام جديد هنحتاج من المؤسسات الموجودة أنها تضع لنا المسودة أو الخارطة الطريق لهذا النظام الجديد الذي يتم فيه التخلص من الطائفية. فليس في المنظور، في المنظور القريب أو المستقبل القريب، لكن أنا أتوقع أنه سيحدث حتما، أن يحدث حتما، لأن الشعب اللبناني سائم من هذه اللعبة، لأن احنا بندور في فلكها يعني من عقود طويل. يعني من عقود، والحرب الأهلية انتهت سنة 90 وعدنا بعد كده لنفس الدائرة يعني. وخلي بالك أسباب الحرب الأهلية لازالت قائمة تحت الرماد، يعني دول خارجية لها وكلاء في الداخل بيصفوا حساباتهم على الأراضي اللبنانية. ولكن المفروض أنه الدرس كان قاسي والجميع تعلم، يعني هو ده اللي الشعوب بتراهن عليه، أنه الخبرات بتبقى متراكمة. هم تعلموا لكن هم متخندقين في موقعهم. تمام. يعني هم كطوائف يعني ما تقدريش تطالب مثلا من واحد للطائفة سين يطلع من جلده ويبقى في الطائفة صاد، هو هيظل في طائفته، هو بيطالب بحياة سليمة مع الاحتفاظ بانتماء الطائفي، وهذا حقه يعني. تمام. على الهاتف المزيد من المتابعة الأستاذ ماهر مقلي النائب رئيس تحرير الأهرام وأيضا مدير السابق لمكتب الأهرام في بيروت. تحياتي ليك أستاذ ماهر. مساء الخير، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. من تحليل حضرتك للموقف، إلى أي مدى سيذهب حزب الله في موقفه الأخير بعد ما حدث في الطيونة؟ يعني الجميع خاف ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، الجميع السيناريو كان واضح قدامه والسنوات العصيبة الخاصة بالحرب الأهلية. إلى أي مدى يعني يمتد حزب الله أو يستمر حزب الله في إجبار اللبنانيين على ما يريد؟ بكل التأكيد المشهد في لبنان مشهد ملتبس ومرتبك، والقراءة للقادم من الأحداث في لبنان يعني من أمر بالصعوبة بمكان. لكن حينما نتعامل مع الواقع كان يعني قبل يعني دقائق قليلة من الآن انتهى الخطاب المرتقب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وخلال الخطاب يعني وجه عدد من الرسائل، وهي رسائل سوف يكون لها تفاعل في الداخل والخارج اللبناني. أولى الرسائل المطمئنة يعني على المستوى المتابع العادي أنه يعني قال أن نثق في القضاء وفي التحقيقات القضائية فيما جرى في أحداث الخميس الماضي، وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات وقرارات القضاء اللبناني. وده أمر يعني محمود وأمر طبيعي جدا في دولة يعني حينما تحدث أحداث على المستوى الداخلي القومي يجب أن تكون الكلمة للقضاء ولا سواه. لكن مسألة الثأر ومسألة الانجرار إلى يعني تصفية الحسابات ده أمر يعني يعود بالضرر البالغ على الدولة اللبنانية، لكنه طبعا في نفس الوقت يعني كان الاتهامات العلنية للقوات اللبنانية ورئيس القوات اللبنانية. ما يعنينا كمتابعين ومهتمين بالواقع اللبناني ونتمنى السلامة لبنان هو أن يكون الأمر بعهدة القضاء اللبناني، وكل من ارتكب خطأ يحاسب بالقانون، وهنا يتم تحكيم دولة القانون. تمام. يعني من كلام حزب الله ما الذي تعتقده من أو يعني حسن نصر الله ما الذي تعتقد أنه قادم؟ كيف سيكون التصرف؟ هل سيمثل الوزراء المنتمين لي أمام قاضي التحقيق أم سيتم تغييره؟ لا، هو فيما يتعلق هو يعني قسم خطابه إلى عناوين، ثلاث عناوين. كان موضوع قاضي التحقيق العنوان الثالث، وهو متمسك ومصر بموقفه وأنه لا يثق في قاضي التحقيق القاضي طارق بطار، وبل بالعكس يعني زاد من الاتهامات وقال أنه تربطه علاقات بسفارات خارجية، وهو أمر يعني لا يتفق مع المنطق. قاضي التحقيق هو قاضي لبناني وهو رئيس محكمة جنايات بيروت، وله يعني مشهود له بالكفاءة وهو يمارس عمله الطبيعي، لكن توجيه الاتهام إلى منصة القضاء أمر يعني غير مبرر، وأعتقد أن هذا الأمر سوف يمثل إشكالية كبيرة في لبنان طالما حزب الله وحركة أمل وبعض القوى اللبنانية يعني
تصر على عدم استكمال قاضي التحقيق مهمته في الوقت الذي يتمسك القضاء اللبناني كل سلطاته بما فيها نادي القضاء وبما فيها طبعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن يعني يكون القرار في تمام. العلاقة مع القاضي لها علاقة بمجلس القضاء الأعلى. أنا بشكرك شكر جزيل على التواجد معي الأستاذ ماهر مقلد نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا لك شكر جزيل. أستاذ أشرف، هل بتعتقد أنه نجيب ميقاتي هو الشخص المناسب في هذا التوقيت الصعب، ونحن نعلم أنه يعني المدة الزمنية الطويلة التي أخذت يعني للوقوف على أو للتوافق على اسم رئيس وزراء؟ أنا بس عايز أعلق على الموقف الأخير في الأول قبل ما أتكلم عن نجيب ميقاتي، على موقف حزب الله. كلام نصر الله يعني. كلام نصر الله بشأن إن هو إصراره على يعني لا جديد كده، إحنا وصلنا يعني عود على بدء، إحنا كده عودنا لنقطة البداية. نقطة البداية إن هم متمسكين بإزاحة طارق البطار. أنا كنت أتخيل إن هو هيحاول يوجد صيغة ما وسط، يعني تسوية كومبرومايز، يعني في الغد يفترض أن ينعقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى اللبناني وبحضور القاضي طارق البيطار لاتخاذ قرار، يعني مجلس القضاء اللبناني هيجلس. وطبعا رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه قالوا المواقف المعلنه دي، المواقف الكلام اللي بيتقال للناس، نحن لن نتدخل في موقف القضاء، لن نطالب باستبعاد قاضي، هذه مساله يحلها مجلس القضاء الاعلى. خلي بالك ان هم يعني اعترضوا على القاضي اللي قبل طارق البيطار، نفس السيناريو يعني متكرر، نفس السيناريو. ففي مدة وجيزة، لأنه أي قاضي سيأتي ليستجوب هؤلاء الأشخاص هو فقط يحقق، يعني حتى لم يوجه التام، يجب أن يمثل الجميع لأعلم ماذا حدث، وهم بيستدعوا بحكم مناصبهم الوزارية وحكم المسؤولية الوزارية اللي كانت عن الميناء بالزبط. فهم بيرفضوا أي محاولة للنبش في هذا الملف، وهذا الرفض والإصرار بيزيد شكوك أهالي الشهداء والقتلى والجرحى إن في علامة استفهام كبيرة. حزب الله، عشان بس نكمل الصورة، بإصراره هذا عايزين نكمل الصورة، نقول أنه لم يتبقى في لبنان من مؤسسات لم يمتد إليها نفوذ حزب الله المسلح أو العسكري أو المالي. خلي بالك حزب الله شبكة تمام. يعني مالية وعسكرية وإعلامية. فلم تتبقى في لبنان إلا القضاء والجيش، معظم المؤسسات الكبرى تم احتوائها والتحالف معها بما فيها مؤسسة الرئاسة مثلا. فإذا إذا 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 نجح حزب الله في الغد بفرض شروطه مثل ما قال نصر الله وتم استبعاد القاضي، فلنعتبر أنه أكمل هيمنته على معظم المؤسسات. فدي نقطة مهمة جدا إن تقرأ بشكل مختلف، هتقرأ يعني. وأنا أظن إن الغالبية الجبهة الأخرى بتقرأ المشهد بهذه الطريقة، ان تم الاستجابة حتى لو كان طارق البيطار يعني كما يزعم حزب الله، لكنه هو كلف بالقضية ومن الانصاف ان يستكمل عمله، ولما تظهر علامات فساد او نلاقي في العمل ده عدم نضج من الحقيقة يكتمل العمل. ان انت اعترضت على القاضي السابق، احنا اعترض يعني حزب هو اعترض على القاضي قبل ما يبدأ شغله، يعني تخيلي ان احنا لسه ما بدأناش شغله، لا انا مش موافق طبعا. مش موافق على ايه؟ واحنا لسه عملنا حاجة؟ لا مش موافق. فإذا يبقى القاضي الثالث الذي سيأتي بعد طارق البيطار سيكون محل تشكيك، ما لم يكن من هذا الطرف. إذا هذا الطرف حزب الله وحركة أمل أجازوه واعتبروه قاضي جيد، يبقى من حق الطرف الثاني إنه يعترض عليه يقول لك لا إحنا بقى مش شايفين ده، إحنا كمان إحنا عايزين واحد غير ده رابع. فإذا هذه ستكون بداية الهيمنة في القضاء، فلم يتبقى سوى الجيش والقضاء بمنأى حتى الآن يعني نسبيا عن النفوذ يعني القوي. الاجتماع الخاص بمجلس القضاء الأعلى سيكون يعني لا اجتماع والبرلمان أعتقد برضو دي اجتماع صباح غد، أظن مجلس النواب سنعقد لتعيين هيئة المكتب في اجتماع مقرر ليهم، وأظن أن هيتطرق طبعا النواب، نواب حزب الله وحركة أمل هيصطدموا بنواب الكتلة المسيحية والقوات اللبنانية وحيتناقشوا، هيبقى فيه صدام لفظي يعني، وهيبقى فيه نقاشات. اذا تم التوصل لتسويه ما جانبيه خارج غرف البرلمان الرسميه في القاعات الخلفيه بين النواب واتفقوا على صيغه مرضيه لهم، احتمال ان او ممكن ان يتم تمريرها للمؤسسات الاخرى لتعتمدها ويكون الجميع مرضيا. ده بالنسبه لحزب الله. بالنسبه لنجيب الميقاتي،
في الغالب الـ 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 الكتلة أو الطائفة أو المجموعة بيبقى عندها اختيارات متعددة. يعني نجيب ميقاتي كان هو خلف لاختيار سعد الحريري، فأنا أعتقد أن هنا الرئيس الوزراء أو المكلف أو من يتم اختياره هو ينفذ سياسة المؤسسة أو الطائفة، ولا ينفذ سياسة شخصية قوي، يعني هو يكون ملتزم تمام، ولكن هو لا يستطيع أن ينفذ، هو رئيس وزراء للبنانيين. هو أنا أقصد أنه لن نجد في الصباح توجهات له من لكن سؤالي لم يكن عن التوجهات، لأن التوجهات بالتأكيد يعني معروفة محسومة. نتيجة انتمائه، ولكن أنا أتحدث عن القدرة على الإدارة في وضع أكثر حساسية وتأزيما، وهو جرب قبل ذلك. هو يبدو أنه أكثر صبرا وبراجماتية عن سعد الحريري، يعني هو يعني بنقول باله طويل، لأن هو خرج امبارح، البعض توقع ان الحكومه تستقيل لما الازمه تفجرت وما لهاش حل، وصلنا قفلت يعني، فاتفقوا ان الحكومه ممكن تستقيل، لان وزراء حزب الله وزراء حركه امل قطعوا الجلسات الحكوميه، مش هنحضر اي جلسه حكوميه قبل تسويه الازمه، فالحكومه بقت على مفترق طرق. هو طلع رئيس ميقاتي وقال الحكومه لن تستقيل، وانا هعمل على تسويه النزاعات، فيبدو انه براجماتي، عنده مفاتيح للتحكم في العلاقات بين الاطراف المتنافره والربط مما بينها. فالرئيس ميقاتي يبدو انه سيتجاوز هذه الازمه، وانا اراهن عليه بشخصيته ذات النفس الطويل. التعاطي الأوروبي مع دولة مثل لبنان يعني ملف هام، أو هو لاعب هام لأوروبا بشكل عام وفرنسا تحديدا، يعني إذا جاز لنا القول، كيف تقرأ قراءة الخارج وتحديدا أوروبا لما يحدث داخل لبنان؟ لا يعني دعينا نتفق إن زي ما قلنا إن الأطراف في الداخل لها ظهير خارجي تمام، بس أغلبه عربي أو إسلامي يعني. أو أوروبي وأمريكي وإيراني. فطبعا حزب الله يعني هي الجميع يعلم التعامل يعني ما بين إيران ومواقف السعودية وكل ذلك، ولكن هي المشكلة في التحالفات بتتغير وتتقلب. أنا بقول لك سنة 90 الجنرال عون، العماد عون، كان قائد الجيش اللبناني سنة 90، فضل يحارب في الجيش السوري، ولما انهار قدرته على المقاومة تم فرنسا خدته، تم نفيه إلى فرنسا وعاش في فرنسا. بعد ما خرجت القوات السورية وهدأت الحرب عاد إلى لبنان بمرسوم، عاد سنة 2005 أو 2006 عاد ليمارس، وتحولت كتلته إلى كتلة سياسية في البرلمان، وأصبح يحوز على أغلبية في يعني أغلبية الأصوات المسيحية يعني. فإذا التحالفات بتتغير، يعني ما كان يعني من كان يتخيل لن يتحالف مع فرنسا وسيتحالف مع حزب الله، فيعني هذه الخريطة الجديدة. أنا أظن إن التسويات كلها بتتم بضغوط، زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة عن إذا كنت أعتقد إن هيبقى في تفجير من جانب حزب الله للوضع، بيسموها سياسة الهوية، سياسة حافة الهوية، يعني لن تسمح فرنسا ولا الولايات المتحدة بتدمير لبنان والعودة في المنطقة الجغرافية الحساسة الملتهبة على حدود إسرائيل، لأن يعني انفجار الوضع معناه في الغالب اندلاع حرب مع إسرائيل، وإيران ليست في الوضع المستعدة أنها تحارب. إيران يعني بتتكلم وتهاجم وتنتقد، لكن ساعة الحرب خلاص بيتنهي الأمر، فلا إيران مستعدة للدخول في حرب، ولا الطرف الغربي الفرنسي الأمريكي مستعد للحرب، فبيضغطوا، وأظن أن ضغوطهم لها تأثير على الأطراف الداخلية أنها تتوصل إلى تسوية، يعني كل طرف بيبلغ الأطراف في الداخل المطلوب تسوية سياسية، أخفضوا السلاح الغير مسموح بلغة السلاح لكن مسموح بلغة الحوار، وهذا هو المطلوب. فأنا أظن أن فرنسا، خدي بالك كمان هم يعني منتظرين الدعم المالي والنقدي، يعني هم في لبنان يعني عايزين يفرغوا، لأن حالتهم وصلت للنهاية، فهم يعني صندوق النقد الدولي البنك الدولي مش هيبدا يديهم قروض ولا مساعدات الا لما تنتهي الصراعات والحكومه تضع خطه اصلاح اقتصادي يقرها صندوق النقد وتاخد الدول الاخضر من فرنسا فتبدا القروض ليهم.
وهم يعني عايزينها بكره. هو ليست مبالغه، هم عايزينها بكره فعلا. خلاص هو الوضع وصل الى المرحله التي لا يستطيع احد ان يتحملها. نفد يعني تتخيلي انت ان الاحتياطي المخصص لشراء الوقود لاناره لبنان نفد، فكانت لبنان بالاسبوعين ثلاثه في ظلام تام، يعني ما كانش فيه وقود خلاص، المازوت واللي هي الوقود لمحطات الكهرباء. فقالوا ما اشتريتوش ليه الوقود؟ قالوا الدولارات اللي في البنك المدعومه خلصت، فهم عايزين المبالغ دي تكون عندهم بكره في الغد صباحا. فهم مطلوب منهم ان هم يبلوروا خلافاتهم ويحلوها ويقدموا خطه اقتصاديه مقبوله لصندوق النقد والبنك الدولي لكي تبدا الاموال في التدفق والمستثمرين في العوده. فلن لن يسمح لهم الاتحاد الاوروبي وامريكا، ولن تسمح ايران للوكيل ابدا، لان المنطقه لا تحتمل وليست الاطراف على استعداد للحرب. ايران لن تحارب وليست مستعده للحرب، خاصه انها بتخش دلوقتي في حوار بشان البرنامج النووي. هي ولا تفتح جبهات عديده عليها دلوقتي، ولا الطرف الثاني عايز حرب في هذه المنطقه الملتهبه على حدود اسرائيل. نتمنى السلامة، يعني نحن نتمنى أن يكون صوت العقل هو الأعلى يعني في هذا البلد العربي. أنا بشكرك شكر جزيل على التواجد معايا، الأستاذ أشرف زيدان الكاتب الصحفي ومتخصص في الشؤون الدولية، شكرا لك. شكرا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم أيضا، إلى اللقاء.